شارك فيه شباب وشيوخ وعلى مسافة 15 كيلو مترا بين الكهوف العجيبة والعوانة. اغتنم المشاركون ممارسة الرياضة والاستمتاع بالمناظر الخلابة والتحسيس كذلك بالمحافظة على البيئة ونظافة المحيط. التقرير لصالح عمرة. جوال سياحي عريش شارك فيه مواطنون مختلف الأعمار بما فيهم الشيوخ، وعلى مسافة 15 كيلومترا تزوجت الرياضة بالسياحة. ما 85 ans, je suis en train de faire cette marche et je demande à tous les gens parce que la marche a dit, je crois que c'est un médicament. رياضة وسياحة ومناظر وصور غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق وكأنها تكتشف لأول مرة. كاين سكان المنطقة وما يعرفوهاش مليح مليح مليح، موالفين نمشيوها في أنا شخصيا موالفين نمشيها في الطوموبيل، مي جامي مشيتها أبيي، مي اليوم تشوكيت. أساتذة جامعيون وإطارات وطلبة جمعتهم جمعية السفير للسياحة في تجولها الأول على الكورنيش. جولة تجمع ما بين خيرات البحر وخيرات الجبل. فنحاول من خلال هذه الخرجة أن نجمع بين الخيرين، خير البحر وخير الجبل. بنا جيجل تكون أجمل، هكذا كان شعار هذا التجوال. تهدف إلى التحسيس بأهمية البيئة وأهمية الطبيعة الخلابة التي تزخر بها ولاية جيجل. انتهى التجوال بوصول كل المشاركين في أحسن حال وبلا عياء، والسر حسبهم أن ما رأت عيونهم من جمال ألغى تعب الأقدام.